55 years of friendship in Morocco. So it goes, Smithy and Nisha, and I'm in New York. We cut them with Akka. معكم ابراهيم ملا رئيس منتزه المناره للتربيه والتنميه بدوار اكاديميه صلاح اقا اقليم تطور. And we're celebrating 55 years of Morocco's friendship with Peace Corps, and this is what this video is about, and we'll be talking a little bit about our experience working together for the past year. هذا الفيديو اللي كنصور دابا بمناسبه مرور 25 سنه على يعني على تواجد منظمة هيئة السلام أو عمل منظمة السلام في المغرب، وغادي نعرضوا فيه مجمل الأعمال اللي قاموا بها المتطوعين من منظمة هيئة السلام مع منتدى المنارة للتربية والتنمية. And we've been doing multiple projects together, and right now we're in the middle of a 13-day tech camp that's sponsored by the United States Embassy. نحن الآن يعني في البرنامج اللي منظمين مع السفارة الأمريكية هو المخيم الصيفي الحضاري للتكنولوجيا. اللي درناه في هذا الصيف وتوفقنا اننا نكون من ضمن 12 جمعيه على الصعيد الوطني اللي تمح لهم هذا المشروع في هذا الصيف 2018. And we actually have another big project coming up soon next month. وعندنا مشروع اخر مع منظمه هيئه السلام اللي بدينا فيه صراحه تقريبا هذا الشهر جوج، ولكن غادي نساليه في هذا الشهر في شهر 8 المتعلق بتنميه قدرات الشباب. We're actually taking 16 youth and 4 counselors from his association to Mount Toubkal and to summit the mountain. It is the highest peak in Morocco. فالأول ديال شهر 8 غادي نسافروا مع رفقة 16 تلميذ بالإضافة إلى مقدرين. رحلة غادي تكون فيها تقريبا 4 أيام، غادي تكون في جبل طوبقال. And one of the reasons we're able to also just to mention do this tech camp is because of all of the Chromebooks that were donated by the Multimedia Committee. هذا البرنامج ديال المخيم الصيفي استعملنا فيه تقريبا 10 ديال لي كرومبوكس اللي تمنحت لنا من طرف الجامعه الامريكيه بالرباط. And they actually have plans to do great work with the Chromebooks and doing technology workshops in Akka and in the surrounding villages. وكنوجدوا باش اننا من بعد هذا المخيم اننا نستعملوا هاد الكرومبوكس في ورشات التكنولوجيا وورشات تطبيقيه مع ماشي فقط المتخرجين ديال المنتدى وانما جميع الدور والمراكز التابعه لها. So thank you, bye bye. شكرا.